40 عام يبسكنوا 13 عام هذه باش طاحت طاح عليا البيوت ما يديروا ما يتحل. هاد الناس مالين الدار نوضوا دعاوني ودار لي لي فراغ والدار ريبة ويدير الدار صحيحة وهي الدار ريبة. الباب لي دقيت فيه ما بغيت حل لي دري مريض واحد ما قبل لي بغيت نكري عبيت ولا بيتو كوزينات واحد ما قبل لي بوش هي الباب مشروق يقول لي عندك ولد مريض. ما مشيت لعمران كيقول لي شدي جوج من سير بحالك حنا ما عندنا ما نديرك دبر راسك حملي مسؤوليتك دبر راسك. مشيت العمل هكا ما خلوش ندخل عند العامل توا نكتب الشكايات نكتب الطلبات ندخل عندهم ما يخلونيش يقول لي سير دبر راسك. مقاطعة تاعي عاد القايد كيقول لي انا ما عندي ما نديرك سير دبر راسك. ما ين بغيت والو بغيت عفن تسقرت نموت انا وليداتي ما كاين كي ندير ولادي ما غنقيسهمش انايا. طردني في حياتي كاملة مرضت ما حلت المريض المريض هو ياكل في الدواء ما حلت راسي انا مرض عمي. السلام عليكم سلام خوتي المحسنين. السلام عليكم الله يجزيكم بخير. انا عندي واحد المشكل خويا تاع الدار ريبة عليا ساكنه فيها 13 عام 40 عام هي بالسكنه 13 عام هذه باش طاحت طاح عليا البيوت ما بغيو يديروا ما يتحل. مشيت عندهم قال لك نعطوك 2 مليون ما عندي ما نزيد عليها ما عندي لا ما جو الله كريم ما عندي لا تقول ما نزيد. اديت 8000 تحت المرحوم اللي كنشد في الشهر كنشرب 4000 ثاني تاع الدار المريض ب 4000 كتبقى لي 4000 كنخاف نهز خالصه كريدي تاع الحانوت. هاد الناس مالين الدار نوضوا دعاوني ودار لي لي فراغ والدار ريبة ويدير الدار صحيحة وهي الدار ريبة كاملة طيحهم دايرة من داخل العمران كلشي. وهاد الناس كيتهددوني كيقول لي خرجي وحكمت لي ديالهم باش قالك تخرجي انتي من الدار حنا حدايرينها صحيحة ما ريباش الدار بنصلحو دارنا ونسكنو فيها. وانا ما عنديش اخوتي المحسنين عندي غير الله ما عندي تا حاجة كنترجاكم وكنترجى الله. بغيت تحل فوق فوق عمايا على حساب الدر المريض الباب اللي دقيت فيه ما بغيت حل لي الدر المريض تا واحد ما قبل لي بغيت نكري عبيت ولا بيتو كوزينات واحد ما قبل لي بوش هي الباب مشروق يقول لي عندك ولد مريض تا واحد بغيت يحل لي شي باب. انا كنطلبكم تعاونوا عمايا بغيت والو بغيت عفن تسقرت نموت انا وليداتي ما كاين كي ندير ولادي ما غنقيسهمش انايا. انا مرا مسكينه الجيله عندي ربعه ارماله عندي ربعه ليتامه. انا كنطلب منكم اخوتي المحسنين عاونوني وحلوا لي هاد المشكل الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين وقفوا عمايا. وشي ناس 8 شهور هادي قالوا لي يا صوتي صيفطي لنا الوراق وانا ما صيفط لهم الوراق صورت لهم لاكارت وكل شيء. قال لي ستي نوقف فوق ماك ونشوف واش نديروا لك ما صيفط لهم الوراق ما كاين والو عن اسبوع لي بهاد الوراق. واحد من قال لي انا من اسفي من الكوكي واحد قال من مراكش هاد النص بدي صيفط لهم لاكارت والوراق اللي تاع الضرب اللي طايحه ما داروا ما يتحل. ما مشيت لعمران كيقول لي شدي جوج من سير بحالك حنا ما عندنا ما نديرك دبر راسك حملي مسؤوليتك دبر راسك. مشيت العمل هكا ما خلوش ندخل عند العامل توا نكتب الشكايات نكتب الطلبات ندخل عندهم ما يخلونيش يقول لي سير دبر راسك. مقاطعة تاعي عاد القايد كيقول لي انا ما عندي ما نديرك سير دبر راسك. انا خوتي المحسنين هاد الناس ما عادش شو غنمشي وغنصد بهاد الولاد اش وانا نقيس ولادي انا ما رقيتهمش وخا نطلب عليهم. انا ما بغيت ملك ملفش بغيت عفوا نسقرت نموت انا ولادي خلي ولادي مستورين من بعد نخلي ولادي مستورين ما بغيت حتى حاجه بغيت عفوا نسقر ما بغيت لا فلوس ما والو. الله وجهي الحباب راني عايشه عما باش كتب الله. دري كبير خدام نهار يجيب الله 400 ونهار ما كيجيبش نهار يجيب يومين تجيب ونهار ما يجيبش ما حلتو الضو ما حلتو المصروف. انا ما عديش عندي الله كريم ما تعاونوا ما يحلوا لي هاد المشكل الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين. ما كاين تمشي والو فهمتش انا درقيت في كورنيش قعد فيه ما كاين فيه شي والو. الكريم ما كاينش كاين عاد 26 25 30 جريت تعيش 4 شهور دي وانا كنجريت عاد الماكينه وباش غنكري واش غنخد ها ما غنشد 2 مليون ولا 2 مليون غندير 4 عام 30000 فغنخرج نتشرد راني مشرد درك ونكمل في الشراد. انا كنطلب منكم اخوتي المحسنين موقفوا ما يحلوا لي هذا المشكل باش كتب الله توقفوا عمايا الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالد. راه واحد ما يحل لي هاد المشكل راني عييت وجريت راه 13 عام وين جبت واحد بيدير يحل لي هاد المشكل عييت درت شكايه للرباط درت شكايه
دار بيضة في خليد فدرت الشكايات وتقول ما كيجبني حتى واحد. العام مشي عندهم يحبسوني في الباب يقول لي ما تدخلش هذا الشيء اللي كاين. العمران هكاك مشي عندهم تما يحلوا شي المشكل. عاد القايم مشي عندهم المشكل. عا خرجي قال لك خرجي دبر راسك تحمل مسؤوليتك. واش انا ميسي اسلام ملي اسلاميه نصرانيه يهوديه انايا ما حلش هذا المشكل. 13 عام هادي الناس خاضوا الديور وخاضوا الرقاقي وانا عاطيني 2 مليون كي غندير ليها 4 نفوس في الدار كي غندير ليها ما عندي ما ندير ليها انا 2 مليون دير لي والو. هادشي اللي كنطلب منكم حلوا لي هذا المشكل الله يرحم لكم الوالدي الله يجازيكم بخير. ما حلوا لي هذا المشكل راني طبط هذا المشكل مرضني في حياتي كامله مرض ما حلت المريض المريض ياكل في الدواء ما حلت راسي انا مرض عمه وهاد الولد انا غنقيسو اللي مشيتي عندك يقول لك انا منكرش لك عندك ولد مريض قلق الباب مشروك ما لقيتش الجد على جدي جدي 10000 13000 باش نكري ما عديش لبق باش غنلبق والو انا بغيت عارف نسقر تنموت انا ولا نخلي مت نخلي ولادي مجموعي خليهم مسقرين خليهم مشردين في الزناقي انا باش نقيس ولدي الزنق مريض باش نسكن انا ونخلي ولدي مريض الزرقا ملوحش ولدي انا عمو الشركة تهز ولادها حيوان ما كتفوتش ولادها انا كنطلب منكم حلوا لي هاد المشكل الله يرحم لكم ولدي الله يجازيكم بخير انا بغيت معكم فلوس ما بغيت غير تسقر هادشي اللي كنطلب ما بغيت فلوس انا عايشه باش عطى الله انا بغيت عفا نسقر هادشي اللي كنطلب منكم الله يرحم لكم ولدي الله يخرج تربيتكم الله يحفظكم خوتي المحسنين متعاونوا معايا الله يرحم لكم ولدي راني عييت جريت وجريت تعييت الباب دقت فيه ما تحل مع ثاني مش مثل ما معط في مشيت شي باب ما تحل ليا في مشيت دري ندي السبيطار شدوا لي صار خرجوا ليا يقول لك سيري شري لي الدواء سيري شري لي الدواء وهاد الدواء باش غنشري هاد الدري عديت ملف في الشهر باش غنشري هاد الدري هاد الدواء باش غنشري فاني ب 4000 8000 كنشد كندخلهاش للدار ما دخل المرحوم عمر ما دخلت الدار من الزنقه كتفرق الله يرحم لكم خوتي المحسنين الا كان شي محسنين نفاس في الله يجازيكم بخير الله يطول عمركم ما حلوا لي هاد المشكل الله يرحم لي والدين الله يرحم لكم الوالدين ما حلوا لي هاد المشكل راني طبط ما تعرف فين نصد ما عرفتش نصد داري بعلي قاعده في قنتي حوايجي ما مجموعين حالتي مجموعه ناس باتوا نعسونا كنبط فايقه الله يرحم لكم الوالدين ما وقفوا معايا اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.